يعني الصعوبات على الكل مش عقدنا، يعني احنا حنا 100 يوم قاعدين في خيام، لا اكل لا شرب لا ماء لا كهرباء. الحمد لله يعني ايش بدنا نعمل اكثر من هيك؟ مش بدنا اكثر صعوبه من هيك، ما ضلش صعوبه، مش قادرين نتحمل. الحمد لله رب العالمين، الله يفرجها على الجميع ان شاء الله. احنا نازحين من شرق مدينه خان يونس، يعني وفش، والمواد الغذائيه فش عدم توفيرها، والاسعار احنا حاسين حنا مش في حرب، حاسين حنا في تجاره عامه كل العالم تستغل فينا. صعوبات احنا بنوقف دور على المي، انا ما تخيلتش يوم في حياتي انه اوقف دور على الحمام ولا على الماء، ما تخيلتش ولا يوم في حياتي اني انام في الشارع. والله هذه من اصعب ايام حياتنا بتمر علينا، يعني للامانه ولا عمرنا فكرنا احنا في غزه نواجه حرب زي هالحرب. هينا احنا هنا ساكنين قبال المستشفى، طبعا احنا في الايام العاديه بنعتبر السكن في جنب المستشفى يعني من احسن وضع، انه يعني مثلا ها صغار تعبوا حاجة في الليل انت تعبت، لكن للأمانة في الحرب جنب المستشفى دمار، الواحد بشوف يعني مشاهد بتبكي الحجر، يعني مش عارف واحد وين 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 يروح. يعني الحمامات دور، الأدوية برضو دور، الناس يا عمي ماتت، الأطفالنا كلهم بالشوارع، الرجلين الناس مصابين برضو بالنايمين بالشوارع. يا عمي يرحموني يا عمي بنفع الشيك. يعني اليوم أنا نقص على أولادي وعلى مرتي شوية تواعي، جبتها من بمخاطرة طبعا من بطن السمين من عند قزان أبوه، ما قدرناش، طخت علينا الكابتر والقذائف الدبابات، يعني ايش بدي اقول لك، الوضع للامانه ماساوي، غير طبعا البهدله السقع الخيم الامور اللي احنا بنعيشها. والله يا شيخ بتمنى اليوم قبل بكره تنتهي الحرب وينتهي العدوان هذا الغاشم على اهلنا، لانه صراحه يعني ما ضلش فيها، تعبنا كل من كل النواحي، تعبنا ما قدرش فيها. لا انفسنا تتحمل ونفسياتنا من جوا تعبت، ما قدرناش يعني صراحه. بتمنى اليوم قبل بكره تنتهي ويعني وتم اعلان التهدئه ان شاء الله عز وجل.